موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بشأن الوطني، قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء حسب ما ورد في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين. هذا وأشارت الهيئة في ذات البيان لاعتراضها على الفترة الزمنية القصيرة والغريبة المخصصة للنظر في نص مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، وتبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار في إبانه. من جهة أخرى، أوضحت الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة أن المثال الاقتصادي للمساحات التجارية الكبرى يرتكز على غرار أي مؤسسة تجارية على هامش ربح، يشمل خاصة التخفيضات التي يتم التفاوض بشأنها وفق اتفاق مشترك مع المزودين، ويقدر المعدل القطاعي لهذا الهامش بحوالي 20%. جددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها الصادر منذ قليلة رفضها المطلق للبرنامج الوطني للإصلاح الذي طرحته الحكومة، والذي يستهدف أساساً قوت التونسيين والتونسيات ومكاسبهم وحقوقهم، ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدي إليه بكل الطرق والوسائل المشروعة. في الشأن الدولي، هدم جيش الكيان الصهيوني اليوم الاثنين منشآت مدنية فلسطينية شمالي الضفة الغربية بدعوة البناء دون الترخيص. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.